السارة جينا من تتاوين، تحية لتتاوين في هالحلقة هذه من تحلة وعي، على خاطر زوز شباب غادي عملوا مشاريع حلوة ياسر، فيهم قيمة مضافة، فيهم حاجة جديدة، وفيهم تثمين للموارد متاع الجهة. نبدأ أنا بالبنية اللي من تتاوين اللي اسمها حفصية بالحاج بن تتاوين، يتمثل في استخدام تقنية الهيدروليك هذية في انتاج الفريز. يعني اش معناها التقنية هذه؟ انها ما تستعملش تربة وتنتج الفريز اكثر من مرة في العام عن طريق طباعة بيوت مكيفة، لكن باستعمال فقط الماء. يعني الفريز يطلع من وسط الماء، وهذه حاجة اولا معناها بيولوجية برشا، لانه هذا يخليها ما تستخدمش الاسمدة والادوية، وما فماش اعشاب ضارة مش تطلع، وما فماش مشاكل متاع تربة. هذا يربحها في برشا وقت، برشا مصاريف، وبرشا جهد، ويعطي انتاج بيولوجي. بتعرفوا انتوما تو الفلاحة في العالم ماشية على البيولوجي، والبيولوجي يتباع فيسع في العالم ويتباع اغلى، وفما اجنحة في الجرون سيرفاس للانتاج الفلاحي البيولوجي. المشروع اذا هذا في تتاوين، وبرافو عليها الحقيقة الشابة هذه، وحبينا نحييها. المشروع الثاني مشروع مهم ياسر، هو الوليد أصيل صفاقس وخريج ليزات متاع صفاقس، لكن المشروع متاعو عمله في الدويرات في من ولاية تتاوين. الشاب اسمه عمر السليمي. المشروع يتمثل في تثمين الرمل متاع الصحراء والطفل متاع منطقة الدويرات باش يصنع قوالب بناء جاهزة. شفتوا ظهر لي أغلبكم الفيديوهات اللي توري الإنجاز المزيان هذا، رمل شوية وطفل وشوية سيمان باش يشد الشيء في بعضه مع شوية ماء، ويخرج قوالب متاع بناء جاهزة. تنجم تستغنى على الياجور، وما تعرف شي يتطلب الياجور من طاقة باش يطيب، هذا بلاش طاقة حرارية جملة، يتحط يشيح في الهواء ويولي قالب متين ياسر، ينجموا نبنيو بيه على الطاق الثالث من غير عرس، اذا كان بتبيع وما يتطلب السيمان في البناء متاعو. الحقيقة المشروع اولا تكلفة البنية مش ترخص برشا برشا، لانه بتبيع مش نستغناو على الافران، ومش نستغناو على برشا حاجات، فاولا الكلفة متاعو رخيصة. اثنين، يثمن حاجة موجودة اجوجو في الجهة، الرمل متاع الصحراء اللي برشا يغزرولو اللي ما فيهوش فايدة، وفقط جولة على الإبل ويتصور وتصاور. لا، الرمل هذاك هاو توا تم تثمينه بمعناها مشروع من نوع هذا. الحقيقة مشاريع من نوع هذا يلزم الدولة هي اللي تدعم، خاطر أنا نتصور أنه مشكل الشابين هذوما عندهم أفكار، ممكن هذوما كبشوا في الأفكار متاعهم. البنية الأولى خذيت دعم ب 15 مليون، هو المشروع كامل يتكلف 65,000 دينار. بلاه منين دبرتهم ال 50,000 دينار؟ يعلم بها ربي كيفاش دبرتهم. منحة ب 15,000 دينار راهي شوية، مشروع رائد كيما كاكا، مشروع ينجم يرد منطقة تتاوين، منطقة منجة للفريز البيولوجي. الطفل هذا ما حكاش على دعم، وحده عمل الشيء هذا. فكرته هي جات في إطار تخرج من معهد ليزات، المعهد العالي هذا في صفاقس، وحب ينفذها. ممكن هذوما معناها كانت عندهم إرادة كبيرة باش نفذوا من جيبهم، لكن فما مشاريع أخرى ما نجمش ينفذوها. كنا نثبتوا على الشاب التونسي اللي طلع إلى بلاد شرق آسيا باش نفذ المشروع متاعه، وهو استخراج وقود حيوي من مادة الضريع اللي ترفضها البحر. لكن النبتة اللي ترفضها البحر هذيك تم تثمينها، واكتشف انه ينجم يخرج منها وقود حيوي. تونس حتى ما تعرف بيه، بعث للشركات التونسية، قابل رجال اعمال، قابل البنوك، بعث دوسي لشركة طيران في شرق اسيا ماليزيا تقبل المشروع متاعه وتدعمه، وقاعدة تجرب توا تقريبا في زوز ولا ثلاثة طيارات بالوقود الحيوي ذا، والوليد تنفذت اموره وتفرد، لانه لقى شكون يامن به. الحقيقه الشباب في تونس يلزمهم شكون يامن بهم، لا بنوك تامن بهم، لا رجال اعمال، على الاقل الدوله تكون هي اللي معناها القاطره اللي تقود الشباب هذا. يا اخي
كنوز، راهم الشباب هذا وافكارهم كنوز، راهم ما يفكروش كيفنا، هما عندهم افكار جديده وخلاقه نثمنوها وغزر انتاج اشعطات.